بيركب الإضاءة بيركب الإضاءة وبيروح بتخلص أول خطوة. صار عندنا نحن مسائل كثيرة مو شغلتنا هي ما بعرف هذا المفروض هيك زائد بأنه حتى نحن حتى الدعاية صارت شغلتنا هلا بدي يبعث اثنين هاللطيفة هون وابن اختي يعني المفروض مشان يروحوا يوزعوا بالجامعة المفروض المركز يكون عامل دعاية يعني هو طب نحن لشفناك وان شاء الله نحن اللي جينا احنا بالصدفة انا عم بقول لهم هي السينما وبشوف قديش قريبة من الاوتيل وبكره بتجوا ما بعرف ايش واذا لفت نظري بانه في حدا قلت السلام عليكم بنقدر نفوت اهلا وسهلا اهلا وسهلا يعني بكره اي ساعة اذا بدنا انا برايي بس الاستاذ هون بيوصل بيحكي اذا بتحكي هلا مع الاستاذ هلا حاحكي معه انا بكره الساعة 10 بيكون احسان عم ركب الاضاءة هاي بكون اهم خطوة عملتوها الاضاءة بفضل تأمين السي دي والدي في دي والجهاز الاسقاط هذول معكم فضل والكابل والكابل هذا الكابل بجوز نشتري شيء ما في مشكلة بجوز يكون عندهم فيه هلا كل عرض كنتوا تجيبوا هدول القصص من برا نحن عرضنا انسي سينما لا بس هلا حتى ايه كل واحد جاب عنده معه هلا الفيلم الفرنسي بعد احيان بتيجي ما في ترجمه ايه؟ بيجيبوا معهم جهاز اسقاط وبيجيبوا كابل لفوق لعنا هلا هي تجربه نحن عندنا المركز الثقافي الفرنسي بيعرض عندنا ايه بعرف وانا لو عرفان انا لو عرفان على ايام الفيلم السينمائي تبعنا ايوه كنت عملته عندكم لانه هن اصلا دي بلادنا ما بيعيروا دي في دي بدهم يعيروا بكره مظبوط ما بيعيروا دي في دي مظبوط وما بيسمحوا نحن ليش سمحوا لنا بالفيلم لانه المخرجين كانوا هون هن قدموا الفيلم تبعهم لهذا السبب سمحوا لنا انه نعرض على الدي في دي والا ما بيسمحوا لنا الا بالبكره مظبوط قبل سنتين جايب البكرات كلها انا عرضت لك اياهم ما عرفت كيف بدي ماشي اول مره بنعرض بس مره يمكن عرضت عندي فيلم حضرتك مشان رفيق اساسي ما هي لا اوكي جريت ما كنت انا ما عرفت شبهك معنا هي اهم خطوه هلا انا ريزونبل هلا اوكي بدي اتصل انا بنزيه وبدي اتصل بمعاد